نروح احنا وكل حضراتكم لفرع النادي الاهلي في مدينه نصر ونشوف فعاليات اليوم الترفيهي ونتعرف على التفاصيل. اتفضل. حابب ان انا في بدايه حديثي ان انا اوجه الشكر للكابتن وليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان في النادي الأهلي، لجنة المرأة الأستاذة أنهار، الأستاذة نداء، منظومة عمل جميلة كلها بتسعى لإسعاد أبناء النادي الأهلي. متابعة الحمد لله من بداية اليوم عن طريق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لمدى الانطباع بالنسبة للأعضاء بالنسبة لليوم النهاردة. يمكن النهاردة يوم جميل جدا لأبناء النادي الأهلي، كنا بشكل أو بآخر توقيته مناسب جدا مع بداية الدراسة أو قبل بداية الدراسة، بندي رسالة لأولادنا أن بيتهم موجود في كل وقت بنشاط جميل بإمكانيات محترمة، تليق بالنادي الأهلي وتليق بعضو النادي الأهلي. متابعة الحمد لله من مجلس الإدارة من كابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم لكل النشاطات اللي بتمس أسرة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية. النهاردة كان بداية اليوم من الساعة 9 صباحا مديرين الإدارات في فرع مدينة نصر، سواء المنطقة الترفيهية، الأستاذة رشا، إدارة الخدمات، إدارة الأمن، كل الإدارات المعنية اللي موجودة في النادي من بداية اليوم على أتم استعداد لاستقبال العضو، توفير كافة الخدمات سواء على المستوى الأمني أو المستوى اللوجستي من أماكن جلوس للأعضاء، توفير إدارة الصيانة لتوصيل الألعاب اللي موجودة عندنا. الحمد لله المنظومة كلها بتشتغل على كتف رجل واحد عشان في الآخر نوصل إن إحنا هدفنا هو إسعاد أبناء النادي الأهلي، ومقدرين تماما إن إحنا في الأول وفي الآخر النادي بالنسبة لنا سواء فرع مدينة نصر، المقر في الجزيرة، الشيخ زايد، ده بيتنا اللي نقدر نقول عليه البيت الحقيقي لاسر النادي الاهلي. واعتقد ان هي رساله من كابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم ان احنا بناكد المبدا الحقيقي اللي هو عائله النادي الاهلي، بناكد مبدا عائله النادي الاهلي، ده بيتكم، ده المكان اللي انتم بتطمنوا فيه على ابنائكم، بتطمنوا فيه على كل من هو له علاقه بكم من اصدقاء او اعضاء او غير اعضاء من الضيوف اللي بيشرفونا. فأنا في تخيل الإقبال اللي احنا شايفينه النهاردة ده شهادة نجاح لكل الإجراءات اللي تم اتخاذها في الفترة اللي فاتت في ظل جائحة كورونا اللي احنا فيها وبنعاصرها الآن. طبعا بظروف الكورونا وظروف اللي البلد كلها مرت بيها وظروف ان الأطفال يا حرام نادي ما قدرناش نستفيد بطول الصيف، احنا فكرنا مع لجنة الطفل ان احنا نعمل يوم للأطفال نعوضهم على الفترة السابقة، والحمد لله نجحنا في تنظيم اليوم. القرار كان سريع، الإدارة ما تأخرتش علينا ونظمنا اليوم زي ما حضرتك شايف، الأطفال كلها مبسوطة، واحنا برضو في نفس الوقت واخدين الاحتياطات بتاعتنا والبريكوشنز بتاعتنا للحفاظ على صحة الأعضاء. بص، اليوم ده تم التنسيق بين اللجنة العليا ولجنة الطفل والإدارة التنفيذية ان ده يحصل في التباعد بين الولاد وبعضهم على الرغم من العدد الكبير زي ما انت شايف، بس الحمد لله الى حد ما طبعا الموضوع طالع بشكل كويس، الناس مبسوطه والحمد لله راضيه عن اليوم، وارجو ان هو يكمل على كده والبيت الايام باذن الله اللي فاضله ان شاء الله في الفعاليات اللي جايه ان شاء الله تبقى احسن من كده باذن الله. اليوم حلو جدا، الاعضاء كلها مبسوطه، واليوم يعني نشكر لجنه المراه انها عملت اليوم ده، اخذت مجهود منها وتنظيم كويس جدا، واليوم ان شاء الله يطلع حلو جدا للاخر ان شاء الله باذن الله. طبعا الولاد عندي مبسوطين جدا جدا باليوم وبالتنظيم وفرحانين جدا، كل الاطفال في كل الاعمار وكل اصحاب ولادي، وحاجه جميله بصراحه. حاجه جميله ان ايفنت يتعمل والناس تفرح، واكيد زي ما المنظمه كانت بتتحدث ان كان في برضو اجراءات احترازيه، اكيد كان بيتم يعني قياس درجات الحراره قبل الدخول وكل الحاجات دي، فاعتقد دي لفته جميله ويعني